اللي فات طبعا تناولنا مشكلة كبيرة جدا ومهمة جدا تتعلق ببعض مشاكل الري في وتحديدا مشكلة أخونا الأستاذ محمد أشرف عدلي سليمان اللي كان بعتها لنا على جريدة الأرض، وتناولناها هنا أيضا في مقدمة حلقتنا اللي فاتت. الرجل مشكورا، يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. الراجل مشكورا اتصل بينا وشكرنا وشكر معالي وزير الري، وقال الرجل بالفعل اهتم ونزل لجنة بالفعل مسحت المنطقة. وعشان انا ما اتكلمش يا ريت هو اللي يقول على لسانه، معانا اشرف بيه محمد بيه اشرف عدلي سليمان. يا استاذ اشرف باشا. اهلا محمود بيه، ازي حضرتك؟ قول لي يا باشا ايه اللي حصل. انا المرة اللي فاتت اتكلمت وكان لساني لازع. حضرتك الاول لدعمك التام للمزارعين والمصدرين، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قدم الشكر والتقدير لمعالي الوزير الدكتور هاني سويلم. صراحة الراجل بعت ما بعت له رسالة، وبعد برنامج حضرتك صراحة اهتم ورد عليا مساء وصباحا، وبعت لي لجنة محترمة، المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، مهندس أبو بكر الروبي، بعت لي المهندس محمد أيوب مدير عام الري في البحيرة، المهندسة إيمان البحيري المسؤولة عن رأي إيدكو، المسؤولة عن ترعتنا، ولجنة فنية من الوزارة قامت بعينة البوابات وشافت التعديات اللي على الأرض كلها، وقامت بوجود صراحة اللجنة اللي جت وكلهم قالوا أي حاجة أي لحظة، شافوا التعديات، شافوا المشاكل اللي في الترعة، أوصوا بالتوصيات مهمة جدا إنها هتحسن مسار الترعة، اوصوا بمواسير لازم هتتركب. صراحه عملوا جهد مشكور مشكور، ولازم اشكر الوزير لاهتمامه. يا ريت اجهزه الدوله كلها تبقى بالتفاعل ده في كل المجالات، بلدنا هتتقدم وهتبقى حاجه محترمه. انا كمان يا اشرف بيه بشكر معالي الوزير وبشكر كل قيادات وزاره الري، وده المستهدف والمأمول منهم للامانه. يعني ان كنت انت بتشكرني فده فضل منك، انا ده واجبي كاعلامي زراعي، وايضا واجب معالي الوزير واجب كل قيادات الري ان هي بالفعل تحط ايدها على المشكله، ما دامت اصبحت مشكله حقيقيه فبالفعل وجب حلها. بشكرك يا اشرف بيه. لا الاستاذ محمد ابو عمره بيقول ان في قيادي ايضا من وزاره الري كان عاوز يعمل مداخله معانا ويعلق على الفقره بتاعتنا بتاع الاسبوع اللي فات، والى ان ياتي احنا منتظرينه واهلا وسهلا بيه. لكن أنا بقول إنه إذا كانت مشكلة أشرف عدلي فقط لا غير هي اللي بتتحل بالسرعة دي عشان قدر يوصل للواتس بتاع معالي الوزير ويبعت له الرسالة ومعالي الوزير يكون أوير بها أو إنه بالفعل يعلم بها، فأنا بقول لكل قيادات الري في كل القطاعات سواء في الري أو في الصرف أو في المياه الجوفية، هناك العديد من المشاكل بالفعل، لكن أصحاب هذه المشاكل لا يستطيعون بالفعل الوصول إلى واتس الوزير. فإذا كنا في انتظار واتس الوزير وتعليمات الوزير فهناك عدالة السماء التي تنتظرنا جميعا، وكل ثقة في قيادات وزارة الري. المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. أهلا يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. اولا المزارع او اشرف بيه عدلي سليمان من كفر الدوار اتصل وبالفعل شكركم، وده هو المفروض ان احنا نتعود على كده، انه اللي يعمل لي حاجه لازم اشكره زي ما اشتكي منه اذا عمل، فالمفروض ان انا ادي له حقه. اتفضل يا بيه لو عند حضرتك اي تعليق. لا طبعا انا بس بتصل بس عشان ااكد. طبعا احنا كمان بنشكر استاذ اشرف عدلي، ويعني بشكره حتى على تواصلوا مع أجهزة الوزارة، ولما قدم الشكوى المرة اللي فاتت هو كان طبعا كان قايل لحضرتك أنه كان سبق لي تقديمها والتواصل مع قيادات الوزارة، وبالفعل تمت الاستجابة على الفور لهذه الشكوى ومعاينتها على الطبيعة، وأي حاجة كانت عاملة إعاقة لإمرار المية تم الاستجابة بالفعل ليها بشكل فوري من قبل أجهزة الوزارة، وده دايما اجراء احنا بنقوم بيه بشكل مستمر مع سواء مع استاذ اشرف عدلي او اي حد من اهالينا المزارعين اللي بيشتكوا في اي مكان في مصر. يعني احنا ده دورنا ودي مسؤوليتنا ان احنا نضمن توصيل الميه
لكل منتفع سواء زراعة أو حتى شرب أو غيرها، لأن ده دورنا اللي احنا حريصين عليه، وحريصين دايما إن احنا نتواصل مع أهالينا في كل مكان، وأي شكوى احنا طبعا يعني بمنتهى الحرص بنستقبل هذه الشكاوى، وبنكون حريصين جدا إن احنا نستجيب ليها، وتكون في معاينات حقيقية على الطبيعة للشكوى وحسمها علشان نوصل المية للمزارعين، وده الدور اللي احنا بنشرف ان احنا بنقوم بيه في خدمة اهالينا المزارعين في كل مكان، سواء في الاستاذ اشرف عدلي في البحيرة او في اي محافظة طبقا للشكاوى اللي بترد للوزارة. يعني مهندس محمد، أنا كنت قبل ما حضرتك تتداخل معايا بقول إنه إذا أشرف بيه عدلي وجد فرصة لأنه يوصل للواتس بتاع معالي الوزير وبعت له شخصيا، فهناك الكثير من المزارعين، أنا اتصل بيا ناس من الشرقية وقلت لهم والله العظيم أنا أصبحت مكسوف لأني ما عادش عندي أي اتصال بوزارة الري وفقدت الأمل فإن أنا أتصل بحد فيستجيب للشكوى زي زمان. يعني أنا أفتكر حاجة، لو حضرتك معاك ورقة وقلم سجل، في ترعة أنا عمري لا شفتها ولا سمعت عنها لكن كانت مشاكلها كتيرة جدا في الشرقية اسمها ترعة الصوفية، وكان معالي الوزير الدكتور محمد عبد العاطي دائما معانا على الخط وكان بيبعت لها لجان دائما، كانوا يحطوا بذرة القطن وتقعد بالشهر ما تترواش، بذرة الذرة نفس الحكاية، الرز يشقق في الغيطان وما يترواش، مشاكل كتيرة جدا كانت بتحيط بهذه الترعة وكانت بتتحل. الأسبوع اللي فات كلمني مثلا، يعني على سبيل الذكر أنا فاكره، المهندس عماد سمير محفوظ من قرية تتبع قرى المحلة، قال أنا عندي رز وعندي عنب وعندي محاصيل ما شربتش من 30 يوم، في بعض المشاكل. أنا ممكن أقدر أقول إن إحنا في الصيف والاحتياجات المائية كتيرة والمقننات المائية المفروض بتزيد وموجة حارة لم تشهدها مصر منذ سنوات عديدة جدا، لكن حضرتك طمني كميات المياه المتوافرة شكلها ايه وتوزيعها على الترع والتعليمات ايه بالظبط في توزيع الادوار؟ هو طبعا يعني هتكلم مع حضرتك على موضوع الشكاوى، بس ارد الاول على حته توزيع واداره الميه. هو فعلا احنا في حاله استنفار من شهر 5 اللي فات من بدايه فتره اقصى الاحتياجات، وفي يعني توجيهات مستمره من معالي الوزير برفع درجه الاستنفار والجاهزيه والمرور على الطبيعه على جميع شبكة الترع، ومتابعة حتى المناوبات وإيصال المية للنهايات، إنه لازم نبقى مطمنين إن الزمام بالكامل تم الانتهاء من ريه بشكل كامل بنسبة 100% خلال دور العمالة. ومش بس الترع، احنا بنتكلم على الشبكة المتكاملة، شبكة الترع، المحطات الرفع، إن هي لازم تكون باستمرار بتعمل بأعلى درجة من الكفاءة، عملية صيانة مستمرة ليها، لأن دي المحطات اللي بترفع المية لمئات الآلاف من الأبدنة، ففي عملية متابعة حقيقية ومستمرة ونبطشيات مستمرة حتى من المهندسين والفنيين اللي بيمروا على الترع وعلى المحطات عشان نضمن إن هذه المنظومة المتكاملة شغالة بأعلى درجة من الكفاءة. بخصوص الشكاوى بتاعت اهالينا المزارعين، احنا في عندنا بالفعل اداره مختصه بالشكاوى بتتلقى الاف الشكاوى بالفعل، من سواء عن طريق الفاكس، عن طريق التليفون، عن طريق الاتصالات الهاتفيه، حتى عن طريق منظومه الشكاوى الحكوميه في مجلس الوزراء اللي بتحولها لوزاره الري. فطبعا يعني مهندس محمد، مهندس الفضل. محمد من فضل حضرتك، اسف للمقاطعه، بالصدفه كده الخير على قدوم الموجودين. يعني نعيم من كفر الشيخ عنده مشكله ري، اتفضل يا نعيم. يا نعيم، ايه الو، ايوه السلام عليكم، اتفضل، عندك مشكله ايه؟ مشكله عندنا في الترعه بتاعت عزبه ابو عجاد، الترعه اللي نازله بالميه، اسمها ترعه ايه؟ السرعة دي اسمها سرعة الخص، بس هي نازلة عزبة أبو جادة معدية من جنب البلد كده من جنب الغار. بالراحة كده وسمي لنا اسم الترعة، بس احنا مش عارفين البلد، احنا في مصر وانت في كفر الشيخ، قول لنا الترعة اسمها ايه؟ احنا عزبة أبو جادة تبع خليج بحري مركز مخوف. طيب ماشي، شكرا، خدوا منه لو سمحتوا في الكنترول يا جماعة اسم الترعة، أشكرك يا نعيم. بص استاذن حضرتك، لو في شكوى يعني انا طبعا تليفوني مع الاعداد عند حضرتك، يبعتوا لي فورا الشكوى بكل تفاصيلها واسم الشاكي ورقم تليفونه،
وان شاء الله انا هتواصل معاه واعرف كل التفاصيل، وباذن الله هيتم حسم اي شكوى باذن يا الله، باشا. انا شخصيا سعيد ان رجع لنا، اي وقت تيجي لحضرتك شخصيا سعيد ان رجع لنا تاني قناه اتصال بالوزاره الاكثر احتياجا حاليا في مصر. وحضرتك عارف ان الزراعه والري دول توامه، يعني اذا وزير الزراعه عنده شكاوى من الميه هيعمل ايه؟ مفيش الا وزاره الري. لا حضرتك اي شكاوى حضرتك ابعتوها لي وانا باذن الله هوجهها للاجهزه المعنيه في الوزاره ويتم حسم الشكاوى باذن الله. انا عن نفسي كمان سعيد جدا جدا بوجود المهندس محمد صالح على راس قطاع الري، يعني راجل محترم جدا وبالفعل لا يدخر جهدا في التواصل مع الناس. اشكرك اشكرك يا باشمهندس محمد، شكرا جزيلا. حضرات السادة المشاهدين، زي ما انتم شايفين وأثناء الحلقة أيضا متاح اللي عنده مشكلة ري بالفعل يتصل بينا. عندك مشكلة تخص التسميد، عاوز تضمن محصولك سواء في الموالح أو في المانجا أو في الليمون أو في الزيتون، عندك طماطم خلاص مقربة تجمع، عندك أي محصول داخل على سوى وعاوز تجني منه ثمار وتضمن خلال الأيام الأخيرة من عمره، توجهها صح بحيث أنك تحصل على قيمة اقتصادية مضافة. ازاي؟ احنا منتظرينك. هنفتح تليفوناتنا على الهواء مع ضيفي في الفقرة الرئيسية المقبلة بعد الفاصل، المهندس علاء السنطاوي، في انتظاركم وخليكم معنا.